السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في درس العمولة للصف العاشر في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط بإشراف المعلمة براء الديات. بداية يجب التعرف على مفهوم العمولة. هذا العمولة هي نظام من المكافآت المالية للقائمين على عمليات البيع والشراء أو تسهيل الخدمات أو تسهيل حركة الاستيراد والتصدير. تمام، يعني هي مثلا أنا بقوم بشيء معين بأخذ عليه عمولة نسبة معينة. تمام، هلأ كيف بدي أحسب قيمة العمولة؟ قيمة العمولة إلها قانون، صافي المبيعات أضربه في النسبة المئوية لعمولة، يعني قديش العمولة نسبتها. طب صافي المبيعات له قانون يساوي جملة المبيعات ناقص المبيعات المرتجعة، جملة المبيعات ناقص المبيعات المرتجعة. هلأ شو هي المبيعات المرتجعة عاشر؟ هي قيمة السلعة التي تعاد إلى البائع لأسباب مختلفة، هي قيمة من قيمة السلعة اللي بترجع للبائع لأسباب مختلفة. تمام، مثال: مندوب مبيعات في الشركة ما يتقاضى 6% من قيمة مبيعاته الشهرية، يعني نسبة العمولة اللي بيأخذها 6%. إذا قبض في أحد الأشهر مبلغ 162 دينار، كم إجمالي مبيعاته علما بأن قيمة المبيعات المرتجعة 300 دينار؟ شو المطلوب إجمالي؟ كم إجمالي مبيعاته؟ تمام، مطلوب جملة المبيعات. هلا احنا جملة المبيعات شو القانون اللي يضمها؟ اللي هو صافي المبيعات يساوي جملة المبيعات ناقص المبيعات المرتجعة. تمام، طب صافي المبيعات مش معي، كيف بدي اطلعه؟ بطلعه من قانون قيمة العمولة تساوي صافي المبيعات في النسبة المئوية. هلا قيمة العمولة قديش طلعت عندي؟ عمولته اللي قبضها باخر الشهر 162 دينار تساوي قيمة صافي المبيعات مجهول. طب النسبة المئوية 6% هي 6 على 100، نقسم 6 على 100 على 6% على الجهتين بيطلع صافي المبيعات 2700 دينار. برجع أعوضها بالقانون الأولي، صافي المبيعات 2700 جملة المبيعات مجهولة ناقص المبيعات المرتجعة 300 زائد 300 زائد 300 على الطرفين بيطلع بتطلع جملة المبيعات 3000 دينار. السؤال الثاني: إذا كانت جملة المبيعات لمندوب مبيعات في شركة ألبسة هي 4500، إذا نحط على معطيات على جنب، جملة المبيعات 4500 دينار. كانت البضاعة المرتجعة بها، يعني عند المبيعات المرتجعة قيمتها 300 دينار. إذا كانت النسبة 5% ما من قيمة المبيعات جد قيمة العمولة؟ أنا بعرف إنه قيمة العمولة قانونها صافي المبيعات في النسبة المئوية. طب صافي المبيعات معي مش موجود، شو بعمل؟ بطلعه من قانون صافي المبيعات يساوي جملة المبيعات ناقص المبيعات المرتجعة. جملة المبيعات 4500 والمبيعات المرتجعة 300، نطرحهم من بعض بيطلع 4200 دينار صافي المبيعات. برجع أعوض قيمة العمولة، 4200 ضرب 5% بيطلع قيمة العمولة 210 دنانير. إذا أنا حددت المعطيات بعرف كيف أطلع إيش المطلوب. عندي هون مثال: وظفت شركة مندوب مبيعات براتب شهري 250 دينار، إذا الراتب الشهري الثابت 250، على أن يمنح في نهاية العام عمولة مقدارها 5% من قيمة المبيعات السنوية. إذا بلغت المبيعات في ذلك العام 24000 دينار، أحسب قيمة عمولة المندوب. أنا بعرف يا شباب إنه قيمة العمولة هي صافي المبيعات في النسبة المئوية. طب صافي المبيعات قديش آخر إشي عنده؟ 24000. تمام، معطى بالسؤال في النسبة المئوية 5%، نضرب البعض بيطلع قيمة العمولة 1200 دينار. المطلوب الثاني قيمة الدخل السنوي. هلا هو كل شهر كم راتبه؟ 250. تمام، 250 في 12 السنة، مش 12 شهر، كل شهر بياخذ 250 نضربها ب 12 بيطلع كم؟ 3000 دينار. طب انا بدي دخله السنوي كامل، هو اصلا الراتب السنوي كامل بيطلع 3000 دينار، زائد قديش قيمه عمولته راح ياخذها باخر السنه؟ عنده 1200، 3000 ثابت اللي هو راتبه زائد قيمه العموله 1200، قديش بيطلع دخله السنوي؟ 4200 دينار، اللي هي الدخل السنوي زائد قيمة العمولة. طب ليش ضربت 250 ب 12؟ لأنه السنة فيها 12 شهر، إذا قديش بالسنة كاملة يكون يطلع دخله السنوي؟ 3000 دينار. هاي بالنسبة لإيش؟ للعمولة. المطلوب منكم عاشر تدريب 8-5، والسؤال الثاني. يعطيكم ألف عافية.